الله يسعد أوقاتكم ومرحبا فيكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامج دردشة معي الدكتور فادي. حنكمل ملف جراحة الغدة الدرقية. حنرجع للعمليات الغدة الدرقية وححكي عموميات عن الآثار الجانبية لجراحات الغدة الدرقية بشكل عام، سواء كانت بالطريق المفتوح أو بالطريق التنظيري، لأنه الحقيقة الطريقتين بيتبعوا نفس الخطوات تقريباً ونفس المشاكل إذا ما حكينا فيها. طبعا الدراسات أثبتت أنه الجراحة التنظيرية هي أقل ألما وأقل مضاعفات، بس إنما حتكون موجودة. شو هي أهم المشاكل اللي لازم نحن ندير بالنا كجراحين ونشرحها للمريض، أو لازم يكون عارفان فيها وواعي قبل إجراء أي عملية لجراحة الغدة الدرقية؟ طبعا جراحة الغدة الدرقية فيها مشكلتين أساسيتين أو نقطتين أساسيتين لازم ينتبه لهم الجراح ويكون واعي لهم المريض أثناء إجراء الجراحة. النقطة الأولى هي تغير الصوت أو بحث الصوت، أو نحن بنسميه تأثر العصبين الصوتيين. طبعا شائع جدا أنه أي حدا في الماضي بده يعمل عملية غدة درقية بيقولوا له توقع أنه صوتك يتغير. طبعا هذا الشيء أصبح حاليا غير مقبول، وحتى تغير الصوت وإصابة الأعصاب الحنجرية هي غير مقبولة. صح موجودة ونسبة ضئيلة وقد تحدث كاختلاط من اختلاطات العمل الجراحي، إنما كما ذكرت بالأيدي الخبيرة هذه النسبة ضئيلة وضئيلة جدا، وخصوصا بوجود الأجهزة اللي بتساعد الجراح على كشف العصبين اللي بيقولون العصبين الراجعين اللي بيكونوا تحت الغدة الدرقية واللي بيكونوا مسؤولين عن حركة الحبال الصوتية، وبالتالي أي أذية أو أي رض لهذه العصبين حيؤدي إلى تغير في الصوت أو بحة في الصوت. طبعا هذا التغير غالبا ما يكون مؤقت إن ما حدث، لأنه إذا لم يحدث أذية أو قطع أو أذية دائمة للعصبين، الحبلين الصوتيين بيرجعوا بيشتغلوا بشكل كامل وبيؤدوا إلى أن الصوت يرجع بشكل كامل. طبعا الاختلاط الخطير هون إذا حدثت أذية للعصبين بالجهتين، هنا ليست فقط تغير الصوت المشكلة، إنما مدخل الحنجرة، لأنه الحبلين الصوتيين يحدث فيهما شلل لا سمح الله، هذا قد يؤدي إلى الاختناق. إنما هذه الحقيقة لم تعد موجودة، وخاصة في العصر الحديث وبوجود الأجهزة وبالأيدي الخبيرة، إنما يجب أن يعيها المريض أنه أي عملية على الغدة الدرقية لازم نكون حريصين على الحبال الصوتية. النقطة الثانية اللي لازم يعاها المريض ونحن ننتبه عليها، وهي ما يتعلق بغدد دارة الدرق أو بغدد الكالسيوم كما تسمى. الحقيقة بتشريح الغدة الدرقية هناك أربع غدد صغيرة صغيرة جدا، كل واحدة منها لا تتجاوز بشكل طبيعي حبة العدس أو ماكسيموم حبة حمص، بتكون متوضعة جانب الغدة الدرقية. هذه الغدد التي تدعى الباراثايرود أو غدد جارة الدرق هي مسؤولة عن إفراز هرمون الذي ينظم حركة الكالسيوم ومستوى الكالسيوم في الدم. في عمليات الغدة الدرقية قد تحدث أذية لهذه الغدد، أو قد يتم استئصال هذه الغدد. طبعا نحن أثناء الجراحة منحافظ على هذه الغدد ويجب التعرف عليها والمحافظة عليها، لكن رغم ذلك قد يحدث أذية أو أذية التروية الدموية لهذه الغدد، رغم أنهم موجودين قد تحدث أذية، وبالتالي سوف يحصل تغير واضطراب في مستوى كالسيوم الدم بعد العمل الجراحي، وهذا ما لازم نشرحه للمريض ويكون واعي، ونحن نحضر نفسنا أنه قد يحدث نقص في مستويات الكالسيوم. لذلك في كتير جراحين بيعطوا علاج وقائي بالفيتامين دال والكالسيوم قبل العمل الجراحي. أعود وأؤكد، وإن حصل هذا الاختلاط فهو غالبا ما يكون مؤقت إذا تم الحفاظ على هذه الغدد جارة الدرق، وغالبا ما تعود هذه الغدد إلى العمل بعد استئصال الغدة بشكل كامل، والمريض ما بيكون بحاجة إلى أخذ أي نوع من أنواع الكالسيوم. بالنهاية لازم ركز على نقطة، إنه إذا ما تم استئصال الغدة بشكل كامل
فإن المريض يجب أن يأخذ هرمون معيد هو الهرمون الالتروكسين مدى الحياة، بينما إذا تم استئصال جزء من الغدة الدرقية فغالباً الجزء المتبقي أو النصف المتبقي في معظم الحالات بيكون كافي لتعويض حاجة الجسم من هرمون الغدة الدرقية. طبعاً نحن إيمت منحدد أنه لازم نروح على استئصال كلي أو استئصال جزئي، هذا يعود إلى طبيعة المرض اللي نحن عم نعمل عملية جراحية من أجله، سواء كانت فرط نشاط، سواء كانت عقيدات درقية سليمة أو أورام سليمة أو أورام خبيثة، يعتمد على طبيعة هذا المرض وتوضعه، هل هو بجهة واحدة أو بجهتين، وحجم هذه العقيدات أو الأورام، وبالتالي نحن ننصح المريض إما باستئصال جزئي أو استئصال كلي. في حالات لابد من استئصال الغدة بشكل كامل مثل سرطانات الغدة الكبيرة أو العقيدات المتوضعة بجهتين، أو في حالات فرط نشاط الغدة الغير مستجيبة على العلاج، هنا يجب استئصال الغدة بشكل كامل، بينما الحالات الأخرى العقيدات في جهة واحدة أو الأورام سواء السليمة أو الخبيثة الصغيرة ممكن نكتفي بإجراء استئصال جزئي للغدة الدرقية. بالحلقة الجاية حنحكي بتفصيل أكبر عن الطريقة الجديدة الثورية لاستئصال الغدة عن طريق الفم، واللي الحمد لله نحن متميزين فيها ونتائجها رائعة جدا. شوفونا بالحلقة القادمة، أتمنى لكم الصحة والسعادة والسلامة.